فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل استيقظ من النوم وعليه جنابة ولم يبق على وقت الصلاة انتهائه إلا مقدار ركعة، يقول هل يقدم الطهارة أم يقدم الوقت؟ إذا كان الماء عنده يقدم الطهارة، ما يصلي عليه جنابة، يقدم الطهارة إذا كان الماء عنده. أما إذا كان الماء يبي بحث يبحث عن الماء أو يحتاج إلى أنه يروح يشري، أو هو يتيمم ويصلي الحمد لله. أما إذا كان الماء عنده فلا يصلي حتى يغتسل ولو خرج الوقت. نعم.